حضرتك قلت كلمة مهمة في الأول، قلت لي إن الأهلي أو الزمالك ليه الناس دايماً أو لما بيكون في جدل تحكيمي هم دول اللي بياخدوا الضجة، مع إن في أندية تانية بيكون ليها حقوق ومحدش بيتكلم عليها. فأنا عشان كده بدأت بسموحة لا وكلمة هضيف لك يعني هزيدك من الشعر بيت. طبعاً لو في خطأ زي كده للأهلي ما تحسبش مثلاً، أو للزمالك وما تحسبش، ونتيجة المباراة صلحت لك الأمور، الأهلي خطأ جون كسب، الزمالك جاب جون كسب، خلاص ولا حاجة. يعني قصدي حضرتك ان الـ ان الـ ان النتيجه ليها تاثير كبير جدا. يعني ممكن تقول ايه ان الاخطاء، ان ممكن تبقى شماعات ان احنا نحط عليها الاخطاء والدنيا تعدي بالنسبه لنا، ما فيش مش اي سمعت مشاكل. مش سمعت هو انا او ممكن اقول سمعت في حاله المكسب بيضيع كل حاجه. هي كده المكسب بيبص بيداري وبيضيع كل حتى حاجه اخطاء سلبيه. مدربين صحيح. هو انت لو مدير فني وانت قاعد وعجنت ما هو ماتش الاهلي والمقاولين، الاهلي كان خسران 2-0، كسب 3-2، ما كانش كسب. يعني انا يعني انا فني واحتراما لكل المديرين الفنيين في مصر، انت ممكن تخطا وتعمل تشكيل غلط وممكن تعمل استبدال غلط، صحيح، وبعدين كسبت. الاخطاء دي هتبقى عبقريه. صحيح طبعا يعني طبعاً. الاخطاء دي هتبقى عبقريه. العكس بقى، انت كنت شغال كويس جدا والتوفيق ما كانش. اهلي وزمالك، اسال حضرتك على مين فيهم الاول؟ تحب تبدا بمين؟ طب لو سالتك سؤال قبل ده، مين اللي حضرتك شايفه انه يعني مظلوم شويه مع تقنيه الفار، او عنده بعض اللعبات اللي ممكن كانت تتحسب بس الفار ما حسبهاش، او الحكام ما استندوش للفار؟ قبل ما اسالك عن اللعبه الفلانيه او اللعبه العلانيه، الاهلي ولا الزمالك يا كابتن؟ ولا الاهلي ولا الزمالك، الحكام نفسيا المظلوم بجد. والله وحكام كل الالعاب مش بس كره القدم فقط. والوضع لازم يتغير بقى، ولازم ننتبه ان التحكيم هو العنصر الاهم في اللعبه. دلوقتي لعيبه بعشرات الملايين، لسه الحكام في كره القدم بالافات مع قليله، وفي الالعاب الثانيه بعده مئات من لم يكن في. انا متفق مع حضرتك ان لازم منظومه التحكيم. يعني حضرتك قلت كلمه مهمه في الاول، والبعض ممكن يكون عداها كده، ان الحكم لما يكون محمي وعارف ان في حد، ده نقطه تانية، بياخد ثقه في نفسه غير طبيعيه. لا ده نقطه تانية. انا بقول لحضرتك بص يا كابتن، عشان اقول لي ليه ولا عليا، الحكم لما يكون نازل وعارف ان هو محمي، والله لو مين انا هاخد قراري غصب عن اي حد ومحدش هيقدر يضغط عليا. انا كنت رئيس لجنه حكام من 4 سنين ومشيت بسبب اللي انت قلت عليه ده، ان لا كنت قادر احمي الحكام ولا كنت قادر احمي نفسي. يعني احنا كنا ملطشه. لا العفو يا كابتن. لا لا حقيقه الحكام على مدار التاريخ بتتهان وتتبهدل وتتضرب. احنا بنتكلم على الدوري الممتاز بس، على الاهلي والزمالك وانبي وسموحه والاسماعيلي، لكن الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه في الموضوع صعب. انا عارف انت بني سويف مش كده؟ عارف. لا ولعبت كمان. ايوه عندي علم. تعرف بقى الاقاليم بيحصل فيها ايه؟ المراكز بيحصل فيها ايه؟ لا في شرطه ولا في حمايه. الناس اللي واقفه في الملعب والحكم عمل حاجه والناس واقفه هيتخطف. وسهل جدا، انا اتذكر كده في بداياتي رايح العب ماتش في مركز مراكز سوهاج، نزل انا وقطر، كنا واخدين قطر بالليل، وصلنا الصبح الساعه 9 الصبح كده، وانا ماشي قابلني ولد صغير، كان ماتش فاصل للصعود للقسم الثالث. من الثالث للثاني. من الثالث للثاني. اوكي. والله مش قادر انساها، يمكن بقى لها اكثر من 20 سنه. فعايز صغير قابلنا كده في مدخل المحطه، احنا ماشيين الولد كده، هو انت الحكام؟ روح ربنا يستر عليكم. بجد والله ولد صغير على حضرتك كده. ده ايه ده؟ روح الله يستر عليكم. عشان انت عارف في الاقاليم. انا عارف. طيب بدايتي لا هجيب لك حاجه ثانيه، يعني في بدايتي في القسم الرابع رايح اول مره امسك صفاره. ماتش في احد انديه المراكز، مركز في الجيزه. الملعب كان زي الحمول زمان كده، كان جوه غيط. ف الحمول ده عند احمد مجاهد. الملاعب الحلوه جميله طبعا، بس انا حكمت احمد مجاهد، هو مدير فني في الحمول، في الملعب اتصور بستيل حاجه زي كده. ملعب جوه الغيط. انا عارف. والحكم ما جاش، وكنت انا لسه اول مره يعني مساعد لسه جديد كده، فاخدت الصفاره ونزلت لازم الماتش لعب. وبعدين عكيت الدنيا بقى اول مره كده عايز اخد